أخبارنا من عند فريقنا اللي بدأ اليوم تدريبات في ملعب نادي الزمالك عشان خاطر بعد هذه التدريبات يستعد أو ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لمباراة النادي الأهلي. كان خلال هذا المران أو تخلل هذا المران محاضرة فنية من جانب جوزيه جوميز للحديث عن بعض الأمور الفنية قبيل مواجهة النادي الأهلي في القمة 127، وكان حريص على شرح بعض الأمور الفنية والخططية للاعبين والحديث عن الاستعدادات الخاصة بهذه المباراة في الدوري المصري الممتاز. وكمان جوميز كان ليه طلب للعيبة ان هم يكونوا في أعلى درجات التركيز، وكان دايما بيتكلم على أهمية هذه المباراة. عندنا لعيبة كلها خبرات، عندنا لعيبة كبار، ولكن دايما الراجل بدوره كمدير فني لازم يتكلم مع لعيبته ويفكر نفسه ويفكرهم بأهمية المباراة. فريقنا هيدخل معسكر مغلق بإذن الله بعد المران اللي هيكون النهاردة إن شاء الله بإذن الله في نادي الزمالك، وغدا إن شاء الله الاثنين المباراة في استاد القاهرة الدولي، واللقاء طبعا المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. نروح للبرتغالي جوميز اللي وضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك المناسبة لمواجهة الأهلي خلال المران الختامي اليوم الأحد. جوميز كان حريص على استغلال كافة نقاط الضعف في المنافس واللعب على قفل جميع المفاتيح الخاصة بنادي الأهلي. زي ما احنا عارفين الزمالك نجح في تحقيق الفوز على نادي الاتحاد في الجولة الماضية لبطولة الدوري المصري، وده برضو كان بأداء رائع مش بس النتيجة. يعني أنا بس مش بتكلم على النتيجة، لا، هي مباراة هي تعد واحدة من أفضل مباريات نادي الزمالك على مدار آخر 3-4 سنين. لسه مكملين مع حضراتكم اخبارنا عند البرتغالي جوميز اللي فرض حاله من السريه على تدريبات الزمالك الاخيره استعدادا لمباراه القمه. كمان جوميز كان حريص على الحديث مع اللعيبه بشكل منفرد ومنفصل، وكان دايما بيتكلم مع كل لاعب التركيز ثم التركيز ثم التركيز والاستعداد لهذه المباراه بشكل هو الافضل، كونها بوابة الفريق للاقتراب من المربع الذهبي في جدول الدوري، وحذر لاعبيه من الانشغال بالسوشيال ميديا من أجل الحفاظ على حالة التركيز قبيل المباراة. وفي الحقيقة لاعبتنا دايما مركزة وبتبتعد عن السوشيال ميديا، ولكن دي عشان بس ما حدش ياخد كلامنا ايه يحرفه وياخده في حتت احنا مش عايزينها خالص. لا، هو دايما اي مدير فني قبل كل مباراة لازم يكون ليه حديث مع اللعيبة ويتكلم على التعليمات بتاعته مع كل لاعب من لعبته. كمان جوميز كان حريص على عقد جلسة مع خط الدفاع وطالبهم بالتركيز الشديد والتمركز الجيد وعدم ترك مساحات لهجوم الأهلي ومراقبة لعيبة المنافس بشكل جيد. كمان جوميز حذر من بعض الكرات العرضية في الألعاب الثابتة.